احنا بقى مواضيع، يعني موضوع عواميد الإنارة اللي طول الوقت بتبقى متنورة الصبح وبتطفي بالليل، دي حاجة غريبة جدا. عارفة ان هي قضية محليات في المقام الأول، وعندنا مشاكل كتير تاني عاشر، قلنا يعني المشاكل دي كتيرة جدا في موضوع المحليات، لسه ما فيش استجابات يعني إيجابية من السادة المسؤولين في المحليات، والشكاوى جاية كتير جدا من الموضوع ده. بس يعني حضراتكم أكيد يعني ليكم تعليق على ده. هو طبعا حضرتك يعني زي ما حضرتك قلت كده فعلا ان اعمده الاناره تبع المحليات، ولكن احنا كان في تعاون بيننا وبين وزاره التنميه المحليه، وفي مشروع في الوقت الحالي لتغيير اعمده الاناره بلمبات اكثر كفاءه، سواء هو في اللي موجود في الوقت الحالي الصوديوم بيتغير بحاجه اسمها هاي بريشر صوديوم، اللي هي صوديوم ده عالي الضغط، وده كفاءته اعلى واستهلاكه في الكهرباء اقل. يعني لو انا حضرتك عندك كشاف 250 واط ممكن تركبي 100 او 150 واط مكانه ده فيما يخص الاستهلاك. في الاستهلاك طب حضرتك اللي بقى بتنور بالنسبه بقى بالنهار للاناره وبتطفي بالنهار، بالليل دي يعني الاناره غريبة. بالنهار نفس المشروع ده اللي هو يغير 3.8 من 10 مليون كشاف اناره في مصر كلها، ودي قايم بيه التنميه المحليه مع وزاره الكهرباء مع الهيئه العربيه للتصنيع. حطينا حاجه جديده اللي هو التايمر، التايمر بيقدر ان هو بيتظبط فلكي، يعني المغرب يعني بعد صلاة المغرب أو بعد أذان المغرب بربع ساعة أو قبلها بربع ساعة بيولع لأن هو مظبوط على كده، وبعد الفجر مثلا بساعة أو بساعة إلا ربع بيطفي بالنهار. تمام. لسه ما تركبش حاجات كتيرة منه، ولكن الموضوع دوت هيقدر إن هو يحل لنا جزء كبير من مشكلة إنارة الشوارع بالنهار، لأن السيستم اللي كان موجود أو النظام اللي كان موجود حاجة اسمها الفوتوسيل، الفوتوسيل ديت بتقدر إن هي تحس بالضوء بتاع النهار وتقدر ان هي تطفي الضوء، لما طبعا التلوث اللي بيبقى موجود عليها او حتى الناس وهم بيدهنوا الاكشاك او العمدان بيدهنوها معاهم، فبتلاقي ان هي حست ان الدنيا خلاص ظلمت فبتنور، فاحنا بنغير لنظام جديد افضل، وان شاء الله دوت يعني في خلال فتره صغيره باذن الله 6 شهور 8 شهور بالكتير هنكون غيرنا، لان احنا لحد دلوقتي غيرنا حوالي 1.5 مليون كشاف، هيركب حوالي هو في جدول زمني يا فندم للانتهاء من كل يعني من كل أعمدة الإنارة اللي في مصر امتى تقريبا؟ هو في خلال سنة إن شاء الله أعتقد إن هو هننتهي من تغيير أعمدة الإنارة ونكون ركبنا التايمر معاها ونكون حلينا جزء كبير من هذه المشكلة وما تتكررش تاني، لأن إحنا مأذيين منها أكتر من المحليات، لأن زي ما حضرتك شفت كده شركات الكهرباء سواء في اسكندرية أو في غيرها، حضرتك لو شفت في بيبقى معاه الكورنيش عربية العربية أي موجودة حاجة وسارق كهرباء ومنور لأن هي العربية موجود الكهرباء موجودة، فبنحاول إن إحنا نحل هذه المشكلة. تمام. فخلال سنة إن شاء الله الموضوع ده يتحل بالتايمر يكون راكب وتكون الكشافات كمان أكثر كفاءة سواء بالهاي بريشر صوديوم أو صوديوم عالي الضغط أو لمبات الليد. طيب يا فندم بالنسبة